عهد الفوضى والفترة المجهولة في تاريخ الدولة العثمانية وأخطر ما شهدته منذ تأسيسها، الحرب الأهلية اللي استمرت 11 سنة وأوشكت فيها الدولة العثمانية على الانهيار والاختفاء من التاريخ، والصراع العثماني الأول على العرش بين الإخوة. عهد الفترة، فيا ترى ما هو عهد الفترة وإيه اللي حصل فيه وكيف كانت الدولة العثمانية خلاله على وشك التدمير، ومن هو السلطان محمد جلبي وما هي أهم إنجازاته؟ ياريت ما تنساش تعمل الفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وقولنا رأيك تحت في التعليقات. ولو حابب ان انت تدعم القناة عن طريق موقع باتريون أو من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الرابط تحت الفيديو في أول تعليق. بعد معركة أنقرة اللي دارت سنة 1402 ميلاديا بين جيوش العثمانيين والمغول، زي ما وضحنا في فيديو قبل كده، واجهت الدولة العثمانية نفس المصير اللي واجهته دولة سلاجقة الروم، وهو التقسيم والتفتيت. أنجب السلطان بايزيد الساعقة عدة أولاد، هما سليمان جلبي وعيسى جلبي ومصطفى جلبي ومحمد جلبي وموسى جلبي. وقع الأمراء مصطفى وموسى في الأسر مع السلطان بايزيد الساعقة، أما الأمير سليمان وإخواته الآخرين فتركوا أنقرة وهربوا إلى مدينة بورصة، وكان بيطاردهم 30 ألف من جيش تيمور لينك. فعبر الأمير سليمان إلى أوروبا وأعلن نفسه سلطان في أدرنا، ونهب المغول مدينة بورصة وحرقوها ودمروا أرشيف الدولة العثمانية فيها. وقام تيمور لينك بحصار مدينة إزمير التابعة للصليبيين جزيرة رودوس وتمكن من فتحها، ويعتبر ده هو المكسب الوحيد اللي حققه تيمور لينك لمسلمي الأناضول. أراد تيمور لينك منع قيام أي تهديد جديد عليه من الأناضول أو من الدولة العثمانية، وعشان كده قام بإحياء الإمارات التركمانية في الأناضول، وقسم أراضي الدولة العثمانية بين أولاد السلطان بايزيد، فأعطى شرق الأناضول ومقر مدينة أماسيا إلى محمد جلبي، ومنح بورصة وغرب الأناضول إلى عيسى جلبي. وأعلن سليمان جلبي تبعيته الإسمية لتيمور لينك، وحضر إلى معسكر المغول محملا بالهدايا وقدم لتيمور لينك فروض الولاء والطاعة. وبكده انقسمت الدولة العثمانية إلى ثلاث دول مستقلة، دولة في الرملي واللي هي أوروبا العثمانية بقيادة سليمان جلبي، ودولتين في الأناضول بقيادة عيسى ومحمد جلبي. وسنة 1403 ميلاديا أطلق تيمور لينك سراح موسى جلبي، واللي قرر الذهاب إلى مدينة بورصة وتمكن من السيطرة عليها من إيد أخوه عيسى جلبي، واللي انحصرت أراضيه في منطقة بالي كثير في غرب الأناضول. لكن رفض عيسى جلبي التخلي عن بورصة وقام بجمع قوات حوله واتجه لقتال أخوه موسى جلبي، ودارت بينهم معركة كبيرة. وعلى الرغم من أن الأمير عيسى جلبي لم يتمكن من الانتصار، إلا أنه نجح في السيطرة على المدينة وطرد أخوه موسى منها، وأعلن نفسه سلطان على الدولة العثمانية. فسعى الأمير موسى جلبي لطلب المساعدة من إمارة بنو قرمان ومن أخوه الأمير محمد جلبي في أماسيا. امتلك محمد جلبي جنود مهرة وجيش قوي، فقرر إعادة توحيد الدولة العثمانية مرة أخرى تحت قيادته، وهاجم عيسى جلبي وتغلب عليه ودخل مدينة بورصة. فلجأ عيسى جلبي لحاكم مدينة قسطمونو عز الدين اسفنديار بيك، وتحالف معه وتحركوا بقواتهم وحصروا مدينة أنقرة، لكنهم فشلوا في اقتحامها، فهرب عيسى إلى إزمير في إمارة أيدل في محاولة منه لتكوين تحالف مع حاكمها ضد أخوه محمد جلبي. شمل التحالف ده كلا من إمارة ساروهان ومنتشا وتيكا، ودارت بينهم وبين محمد جلبي أحد المعارك واللي انتصر فيها محمد جلبي وتمكن من القبض على الأمير عيسى وقتله سنة 1406 ميلاديا، وضم إمارة ساروهان وعاد بعدها إلى مقره في مدينة أماسيا في الشرق. لم يرضى الأمير سليمان بسيطرة أخوه محمد جلبي على الأناضول، وعزم على التخلص منه، فعبر بجيشه من أوروبا إلى الأناضول بمساعدة سفن جنوة والبندقية، واستولى على كل من بورصة وأنقرة، وأسقط إمارة أيدن للمرة الثانية. كان الأمير سليمان من الناحية الشرعية هو السلطان، لأنه الأخ الأكبر والمسيطر على العاصمة وأراضي الرومي، واعترفت به الدول الأوروبية، خاصة بعد عقده لصلح مع الإمبراطور البيزنطي إيمانويل الثاني وجمهورية جنوة وفرسان الإسبيترية في رودوس، وجدد تحالفه مع قيصر الصرب استيفان بن لازار.
بالإضافة لقيامه بالتنازل للإمبراطورية البيزنطية عن مدينة سالونيك وبعض الأراضي الأخرى، وسلم ابنه الأمير أورخان للإمبراطور البيزنطي. خاف الأمير محمد من مواجهة أخوه سليمان بسبب انحياز بعض الأمراء العثمانيين إليه، لكن جات له الفرصة مع إعلان الأمير القرماني ناصر الدين محمد تبعيته ليه وهاجم قوات سليمان جلبي. وشكل محمد جلبي حلف مع أخوه موسى وعز الدين اسفنديار بيك وأمير الأفلاق مرجى الأول، وأرسل أخوه موسى مدعوما ببعض القوات عن طريق البحر الأسود إلى الأفلاق ومنها إلى الرملي، في نفس الوقت اللي تحرك فيه الأمير محمد جلبي بجيشه لضم الأراضي اللي خسرها في بورصة وأنقرة. هاجم الأمير موسى جلبي أخوه سليمان واشتبك معاه في معركة شرسة سنة 1410 ميلاديا، تمكن فيها سليمان جلبي من الانتصار عليه وهرب موسى جلبي إلى الجبال والمناطق الوعرة، لكنه في السنة اللي بعدها تمكن من إعادة تجميع قواته مرة أخرى وحاصر مدينة أديرنا. وبسبب فساد وضعف سليمان جلبي قرر الأمراء العثمانيين التخلي عنه والانحياز لصف أخوه موسى وسلموه مدينة أديرنا، وتم إعدام سليمان جلبي، وأصبح موسى جلبي هو الحاكم العثماني الوحيد في الرملي. وكان أول شيء عمله هو الخروج عن تبعيته لأخوه محمد جلبي. أراد الأمير موسى الانفراد بحكم أراضي الدولة العثمانية في أوروبا، لكن واجهته مشكلة جديدة وهي الأمير أورخان ابن سليمان جلبي المقيم في القسطنطينية، واللي قرر الإمبراطور البيزنطي دعمه وتسليحه وأرسله بقوات لتحريك تمرد في الرملي ولقتال عمه موسى جلبي، ودارت بينهم عدة مواجهات عسكرية أدت إلى هزيمة الأمير أورخان وهروبه إلى القسطنطينية مرة أخرى. واستمر من وقتها أداة قوية في إيد حكامها لتهديد الدولة العثمانية بعد كده، فرد موسى جلبي بحصار القسطنطينية، فما كان من الإمبراطور البيزنطي إلا الاستنجاد بالأمير محمد جلبي واللي اضطر لمساعدته وأتى مسرعا وأجبر موسى جلبي على رفع الحصار. وأدرك موسى جلبي صعوبة الصمود أمام أخوه محمد فقرر الهرب من أديرنا، لكن محمد جلبي تتبعه بقواته حتى جنوب شرق مدينة صوفيا، وفي 5 يوليو 1413 ميلاديا دارت بينهم معركة حاسمة هي معركة جامورلو، واللي انتهت بهزيمة موسى جلبي ومقتله خلال فراره. وتمكن محمد جلبي من السيطرة على كامل أراضي الدولة العثمانية في الأناضول وأوروبا بشكل رسمي، وبكده ينتهي عهد الفوضى اللي أدخل الدولة العثمانية في سلسلة متواصلة من الصراعات والحروب الداخلية واللي استمرت لمدة 10 سنوات و11 شهر ونصف من بعد هزيمة أنقرة. وانفرد محمد جلبي المعروف بمحمد الأول بالحكم، وأصبح هو السلطان الخامس للدولة العثمانية، واستمر في الحكم لحوالي 8 سنوات ركز جهوده خلالهم على إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها. وسنة 1414 ميلاديا أعلن أمير القرمان الحرب على الدولة العثمانية وتحرك بجيشه إلى مدينة بورصة وفرض حصار شديد عليها لمدة شهر، وده بسبب إعلان أمير جرميان تبعيته للدولة العثمانية، لكنه فشل في اقتحامها وعاد إلى قونيا. وحرض الأمير قراجنيد حاكم إزمير على حصار مدينة كوتاهيا، فقرر السلطان محمد الأول معاقبة الأمير القرماني على فعلته وتحرك بجيشه لقتال قراجنيد وفرض حصار على مدينة إزمير وانتصر عليه وتم القضاء على تمرده. بعدها وجه السلطان محمد حملاته العسكرية ضد الأمير القرماني، فاكتسح العثمانيين بقيادة السلطان محمد جلبي الإمارة القرمانية وضموا بعض المدن والقلاع بدون أي مقاومة، ولم يمنع العثمانيين من دخول قونيا إلا الأمطار الغزيرة اللي عرقلت تقدم الجيش، فقرر السلطان العودة لأديرنا. وفي السنة اللي بعدها أرسل السلطان محمد الأول جيش بقيادة الوزير الأعظم بايزيد باشا لقتال بنو قرمان، واستطاع الوزير الأعظم خداع الأمير القرماني ناصر الدين محمد وقام بأسره وعاد به إلى السلطان محمد جلبي واللي قرر العفو عنه مقابل إعلان ولائه للدولة العثمانية. وبخصوص ده يقال إن السلطان محمد جلبي مال إلى العفو والتسامح عن أعدائه والمتمردين عليه بعد توليه الحكم بسبب شعوره بالذنب من قتاله لإخواته خلال عهد الفترة. وبكده تمكن السلطان محمد من تهدئة الأوضاع في الأناضول والتفرغ لأوروبا ومستجدتها، فأرسل جيش لمهاجمة ألبانيا وفتح منها عدة مدن سنة 1415 ميلاديا، وأكبر أحد أمرائها وهو يوحنا كاستوريو على إعلان تبعيته للدولة العثمانية، واللي اصطحب معاه ابنه الأصغر المعروف لاحقا بإسكندر بيك للإقامة في السراي العثماني بأديرنا لضم
ضمان التزامه ببنود الاتفاق مع الدولة العثمانية، وهيكون لإسكندر بيج ده دور مهم جدا بعد كده في قتال الدولة العثمانية. في الوقت ده نجح الملك المجري سيجسموند في انتخابه ملك على الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وعمل على استمالة أمير الأفلاق الجديد ميخائيل لجانبه، واللي قرر خلع طاعته للعثمانيين وامتنع عن دفع الجزية، وتحالف مع سيجسموند وهجموا أحد المدن العثمانية، فعزم السلطان محمد على تأديبه، فجمع جيشه وتحرك به إلى الشمال واجتاز نهر الدانوب ودخل إلى بلاد الأفلاق، وتمكن العثمانيين من إنزال هزيمة ساحقة بالأفلاق، وأجبروا الأمير ميخائيل على التنازل للدولة العثمانية عن حصن جورجي وعدة حصون أخرى، وإجباره على سداد جزية السنوات الثلاثة السابقة. وعقابا لسيجسموند أمر السلطان محمد بشن عدة غارات على إمارة ترانسلفانيا في شرق المجر، فرد سيجسموند بإرسال جيش لغزو البوسنة، فما كان من محمد جلبي إلا إرسال جيش عثماني لقتاله، ونجح المسلمين في الانتصار على المجريين ووصلت قوتهم لميناء تريست، وأعلن دوق البوسنة تبعيته للدولة العثمانية. وبعدها ظهر فجأة الأمير مصطفى جلبي ابن السلطان بايزيد، واللي أعلن أنه أحق بالعرش من أخوه محمد وطلب بالحكم لنفسه، واللي أطلقت المصادر العثمانية عليه اسم مصطفى المزيف، وده على اعتبار أن مصطفى جلبي قتل في معركة أنقرة، بينما أكدت بعض الدراسات حقيقة أنه هو ابن للسلطان بايزيد، وأن تيمور لينك أطلق سراحه لكنه اختفى خلال فترة صراع الإخوة على العرش، وظهر بعد تولي السلطان محمد ودخل إلى بلاد اليونان وجعل منها مركز لتمرده، وقاتل أخوه محمد جلبي لكنه هزم وفر إلى منويل الثاني الإمبراطور البيزنطي. وسنة 1421 ميلاديا ينتهي عهد السلطان محمد جلبي بعد ما استمر في الحكم لمدة 7 سنوات و9 أشهر، نجح خلالهم في توحيد الدولة العثمانية وإنقاذها من السقوط الحتمي. ومع نهاية حكمه بلغت مساحة الدولة العثمانية والبلاد التابعة ليها 870 ألف كيلومتر مربع. ومع أن بعض حكام الدولة العثمانية الآخرين أكثر شهرة عن السلطان محمد جلبي، إلا أنه بالإمكان اعتباره من أهم الحكام العثمانيين وأكثرهم تأثيرا في تاريخ الدولة، وده على الرغم من أن السلطان محمد جلبي لم يقم بفتوحات كبيرة في أوروبا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكثر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر، ولو حابب ان انت تدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الرابط تحت الفيديو في اول تعليق. شكرا.